شارك حال شباب، معكم شركية الشركه كير، شاركين فيديو جديد. طيب شباب، اظن معظمكم عارف انه فينك تغير ايديك على البلاي ستيشن 4، فاللي ما يعرف راح اشرح لكم بشكل جدا سريع حاليا كيف تغيروا، بس الاهم من هيك بعد الشراء راح احكي لكم ليش لا تغيروا بالوقت الحالي. خلينا نبدا اول شيء كيف تغير الاي دي. تفتح الاعدادات، بعدين من الاعدادات تروح على ادارة الحساب بالبلاي ستيشن، بعدين معلومات الحساب، بعدين لما تفوت جوا تروح على قسم البروفايل. بس تفوت على البروفايل روح على تاني خيار اللي هو الاونلاين اي دي، راح يطلع لك خيار انه شو الاشياء اللي ممكن تصير وكذا، فاحط اكسب. بعد ما تحط اكسب اكتب الاي دي الجديد اللي بدك اياه، وبكل بساطة حط تحت كونفيرم. بعد ما تعمل كونفيرم راح يكتبوا لك هل بدك نعرض ايديك القديم جنب ايديك الجديد بين قوسين، ولا تبي فقط ايديك الجديد. على كيفك اختار اللي بدك اياه، وبعدك حط كونفيرم، راح يطلعك تسجيل خروج، ارجع حط الباسورد وادخل، راح تلاقي ايديك الجديد وخلاص كل شيء تمام. بس انصحكم حاليا انكم لا تغيروا، لانه في عدد جدا جدا كبير من الناس قاعدين يواجهوا مشاكل. في ناس مثلا كانوا موصلين لتختيم بلعبة معينة انحذف التختيم، في ناس كان عندهم فلوس جوا اللعبة نفس فورتنايت الفي باكس او نفس كول اوف ديوتي الكود بوينتس اختفت الفلوس، في ناس كانوا بليفل معين بلعبة معينة مجرد ما غيروا الاي دي اختفى الليفل، وفي ناس كلات الكي دي ريشو السكور اللي يكون مسجل على الليدر بورد اللي هو التقييم العالمي للعبة كله اختفى بعد ما تغيروا الاي دي، والمشاكل من الالعاب هاي نفسها. فنصيحة حاليا لا تغيروا على بين ما الشركة تلاقي حل لهالمشاكل. توني نفسهم اعلنوا عن الالعاب اللي 100% راح يصير معك مشاكل كبيرة فيها. هالالعاب مثل ما شايفين قدامكم ما اظن العاب مهمة، بس مثل ما شايفين هاي هي الالعاب قدامكم، وبعدين حطوا لستة للالعاب اللي فيها مشاكل بسيطة، يعني مثلا لما تدخل لعبة ايديك القديم يطلع بدل الجديد، اشياء بسيطة ما تأثر جدا بس فيها مشاكل، نفس لعبة تايتن فول 2، ذا لاست اوف اس ريماسترد، NBA 2019، وعندنا اجزاء دارك سول اساسن كريد. المواقع كلها راح تلاقوها موجوده بالوصف. وبعدين الالعاب اللي 100% ما فيها اي مشاكل، من هالالعاب عندنا كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3، كول اوف ديوتي انفنت وورفير، وكول اوف ديوتي مودرن وورفير ريماسترد. هالالعاب اكيد ما فيها مشاكل، وفي كتير العاب مثل تلكم المواقع او الليستات كلها موجوده تحت بالوصف، بس في العاب ما ذكروها ابدا. كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 مثلا، اظن معظمكم اللي متابع الفيديو يهم بلاك اوبس 4، بلاك اوبس 4 ما جابوا سيرتها لا بالالعاب اللي فيها مشاكل ولا بالالعاب اللي 100% ما فيها مشاكل. فعادي جدا بلاك اوبس 4 انك تغير الاي دي ويروح ليفلك بالزومبي، يروح الكي دي حقك في البلاك اوت او المالتي بلاير، او تكون حال اللغز ما يحسب لك انك حاله. فنصيحه حاليا لا تغيروا الاي دي لحديت ما يضيفوا اسم اللعبه تبعك لهالليست. راح تلاقوا اول لسته حاطه تحت بالوصف هي الالعاب اللي 100% ما فيها مشاكل، راح يضلوا يعملوا لها ابديت الشركه كل ما تاكدوا من اللعبه ما فيها مشاكل راح يضيفوا اسمها لهون. فروح شيك اذا لعبتك اللي تلعبها موجود اسمها هون باول موقع، معناتها خلاص غير الاي دي وما في اي مشاكل. بينما لو اللعبه اللي تلعبها اسمها مو موجود هون لا تغير، نفس بلاك اوبس 4 استنى لا ينضاف عليها لانه ممكن تواجه مشاكل. وللتذكير اذا بدك تغير اي ديك للمره الاولى ببلاش، للمره الثانيه راح تدفع $10، اذا كان عندك اشتراك بلس راح تضطر تدفع $5 فقط. وكمان ما فينك تغير حسابك الا اذا كان عمرك فوق 18 سنه، اذا عامل اي دي وحط تاريخ ميلادك الاصلي وعمرك اقل من 18 ما فينك، لازم يكون انه عمرك فوق 18 لا يسمحوا لك تغير الاي دي. بيه شباب هالفيديو اليوم اتمنى كان عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالكومنتات هل غيرتوا الاي دي وواجهتوا اي مشاكل، اتمنى الكل يكتب تجربته بالكومنتات. وبس كان معكم شركيه بشركه كشكم، دي هات تاني ان شاء الله، مع السلامه.